أول شيء أنا كتير مبسوطة أكون هلأ بمدينة الثقافة بالعرض الأول. لما أجيت المرة الماضية كان لسه ما تم افتتاح مدينة الثقافة، فهلأ حاسة إدي صار في فرق كبير بالبناء وبالحركة وبالعالم. بخصوص الحفلة، رح يكون في بروجرام خاص لافتتاح المؤتمر. رح يكون هالمرة البرنامج من مختلف المناطق العربية، من مختلف الثقافات العربية. عنا قطع رح تمثل المغرب العربي، مصر والسودان والخليج العربي، وبالتأكيد بلاد الشام. يعني هاي المرة من خلال هذا الحفل اكتشفت لسه تونس بطريقة مختلفة. يعني كنت كتير سعيدة أني أتعرف على مسارح تونس وعلى الببليك التونسي، بس هي أول مرة بشتغل مع الموسيقيين بهاي الطريقة. نحن كل يوم عم نلتقى والعمل كان كرياسيون. عادة أنا وسامي بن سعيد لحالنا بنعمل هذا الشغل، هالمرة كان الكرياسيون مع عدد كتير كبير من الموسيقيين. البروفات كنا فيها صار لنا أسبوع. فالحقيقة الموسيقيين بتونس هن عن جد من الطراز الرفيع جدا. يعني عملت حفلات مع أوركسترات مختلفة حتى بالعالم، والشي اللي بحسه هون من نظافة الصوت، من الإحساس بالشرقي باختلاف أنماطه، هو شيء كتير متميز. بتمنى هذا العرض يصح لنا، حرام يكون عرض يتيم. أنا بتمنى نقدر يصح لنا مرة تانية نعرضه على مسرح آخر، يكون في ببليك كبير، ينجموا كل العالم يجوا يحضروا، ما يكون بس منقول على التلفزيونات، وإنما كمان يقدروا يجوا ويحضروا على المسرح لايف. نور عيني.